علي، خلي جمهورك يطمن على صحتك وشنو اللي صار وياك تحديدا. هسه انا الحمد لله والشكر سويت عمليه، عندي صار توقف بالكليتين. الحمد لله والشكر، فشلت وحده وزرعت. زرعت وحده؟ اي نعم. من اللي يتورع لك؟ علي ابن طانيه. علي ابنك الله يديمه. الله الله يحفظه لك. الله يحفظه لك والله، يعطيك الصحه والعافيه ابو علي. بس انا جريت يم فريت العالم كله. وين سويت العمليه؟ الى ان وصلت لبغداد الدكتور مصطفى رسول، تحياتي له من ارقى الاطباء. الف تحيه له. دكتور مصطفى رسول باطني والجراح دكتور كنعان اللي سوى لك العمليه. اي نعم. ان شاء الله الان وضعك مستقر. خير من الله الحمد لله والشكر. لك الصحه والعافيه ابو علي. الله يديمك. والله ان شاء الله حقيقه نتالم من نسمع عنك انه الحمد لله والشكر. هي هاي تمر ما بيها، هذا يسمونها عندها طين خاوه على كل راس. المرض ما بيه لا شيء، ما تربك سبحانه وتعالى والحمد لله. وانت خير حتى ما نشرت ابو علي، البعض انه دائما من يمر بهيش ازمه تلاقيه ينزل مثلا او يطلب من البعض كثير الجود من الماجود، ما عنده شيء يسوي. انا الحمد لله عندي، بس اكو ناس ما عندها. زين هي المشكله عندك ويجيك يحط له 50,000 جوا راسك وقال الدواء علينا والمستشفى علينا والوزير علينا وذاك علينا، ما يتعمل احد ينشر ولا احد. ان شاء الله الله يعلي شانك يا الله يديمك الله يحفظك.